السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا في فيديو جديد. في هذا الفيديو سوف نرى تحليل أداء الدولي الجزائري إسماعيل بن رصار في مواجهة فريقه ميلان ضد فريق نابولي. طبعا نحن يهمنا إسماعيل بن نصر وما قدمه في هذا اللقاء. إسماعيل بن نصر لم يبدأ بشكل أساسي ومن البداية، حيث دخل في الدقيقة 75. ومن شاهد المباراة سوف يتفق معي أن إسماعيل بن نصر في ربع ساعة قدم مباراة رائعة من ناحية افتكاك الكرة ومن ناحية العرضيات كان جيد، رغم أنه لم يلعب المباراة كاملة، لعب ربع ساعة فقط. قدم مستوى جيد في الربع ساعة الذي لعبهم، أداء جيد من ناحية البناء الهجمات وإيصال الكرة إلى المهاجمين، لأن فريق ميلان كان يعاني من اللاعب فرانكيسي لأنه كان يفتقد التمريرات الصحيحة. إسماعيل بن ناصر دخل بالتمريرات الصحيحة بنسبة 100%. طبعا في ربع ساعة الذي لعب قدم مستوى جيد للغاية، نتمنى منه أن يزيد في الدقائق لعبه مع مدربه في فريق ميلان، لأنه يستحق اللعب كأساسي وليس كاحتياطي. لم أعرف سبب عدم مشاركة إسماعيل بن ناصر في لقاء اليوم، لكن على الرغم من عدم لعبه مباراة أساسية، قدم مباراة رائعة وجيدة رغم اللعب ربع ساعة فقط. يبقى أداء إسماعيل بن ناصر جيد في لقاء اليوم، ولا تنسى الاشتراك وإلى اللقاء.